الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند يشرف على احتفالات عيد فرنسا الوطني في باريس بحضور غالبية طاقمه الحكومي. بعد مصافحته الجمهور في جادة الشانزليزي، تعرض هولاند لمختلف قضايا الساعة الفرنسية والأوروبية في حوار تلفزيوني، من بينها مسألة تسريح شركة بيجو لصناعة السيارات 8000 عامل. الدولة لن تقبل بالتسريح. من السهل أن نبرر ذلك بارتفاع كلفة الوظائف، وفي الحقيقة السبب هو خيارات استراتيجية فاشلة. بعبارة أخرى، خطة التسريح بشكلها الحالي غير مقبولة، ويجب إعادة التفاوض حولها، وهذا يعني اللجوء إلى تحكيم الخبرة ثم إلى التشاور وتحديد استراتيجية لصناعة السيارات. كما تطرق هولاند للعلاقات الفرنسية الألمانية، لقد توخينا في كل مرحلة الحصول على التوافق. على سبيل المثال، حققنا ذلك بخصوص النمو وأيضا الاستقرار المالي من أجل دعم إسبانيا وإيطاليا، وحققنا تقدما لأن الأمر مهم جدا. احتفالات العيد الوطني هذا العام جاءت مختلفة في بعض تفاصيلها، إذ أعطى هولاند الأوامر لمنظميها بعدم الإسراف في الإنفاق وإلغاء بعض الطقوس بشكل كامل. ومن جديدها أيضا حضور صديقته فاليري تريفيلير الاحتفالات ضمن جموع الضيوف وليس كسيدة فرنسا الأولى، لأنها مجرد صديقة. وبما أن الصدف شاءت أن تتخلل ظهور هولاند إعلاميا أحداث طارئة كالأمطار الغزيرة التي بللته يوم تسلم مهامها الرئاسية والصاعقة التي تعرضت لها طائرته خلال زيارته ألمانيا، فإن العيد الوطني لهذا العام شهد إصابة أحد المظليين بجروح في ساقه.